يسعد أوقاتكم جميعا وتحياتي لكل اللي عم يشوفونا من داخل متحف آيا صوفيا، أحد أهم المعالم التاريخية المشهورة بتركيا. يقع المتحف بالقسم الأوروبي من مدينة اسطنبول بمنطقة السلطان أحمد، ويتجسد في بناء هذا المعلم مزيج بين فني العمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية، حيث بدأ الأمبراطور جستيان ببناء هذه الكنيسة عام 532 ميلادي، واستغرق بناؤها 5 سنوات ليتم افتتاحها رسميا عام 537 ميلادي. واستمرت آيا صوفيا ككنيسة كاتدرائية أرثوذكسية شرقية لمدة 916 عام، إلى أن قام السلطان العثماني محمد الفاتح بتحويلها إلى مسجد، وكذلك أيضا استمرت 481 عام إلى أن جاء أتاتورك، ثم تحولت إلى متحف عام 1935 ميلادي. أهلا وسهلا فيكم من داخل متحف آيا صوفيا، خلينا نشوف مع بعض أهم المعالم الموجودة داخل المتحف. التركية بإعادة تحويل آيا صوفيا من جديد إلى مسجد بتاريخ 10/7/2020.